وأمام التقدم الهائل الذي بات يشهده عالمنا اليوم في مجال الاتصالات ووسائل المواصلات، وخاصة في مجال صناعة الطائرات العملاقة، مما ترتب على ذلك إلغاء الحواجز وتقريب المسافات بين جميع دول العالم، فقد عملت الكويت كل ما في وسعها في سبيل الانفتاح على العالم الخارجي وتهيئة كل ما من شأنه تيسير سبل الاتصال بينها وبين جميع دول العالم. فحرصت على تنمية صناعة النقل الجوي من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات طيران لربط مطار الكويت الدولي بالمطارات العالمية الأخرى، وذلك بهدف تنظيم النقل الجوي مع حكومات تلك الدول وفق أسس علمية مدروسة. ولمواكبة حركة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في عصرنا الحاضر، فقد قامت الكويت بتشييد المبنى المركزي للاتصالات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الهاتفية المحلية والخارجية.